يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أسمعنا قد يبعث سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الرشول صلى الله عليه وسلم عنش قاعد يدن فين ذا الرسول ذي مثل المجتمع القريش رمينا رئيس كثم سن كل الحلم أمكرت حرجا دخل الدعوينس غسي إسكنزن جميع الأدلة ومنن يسزاخن باللي نغس حدا في ذا الرسول ولكن أثب على نام وهنا تجن باش يخدم الدعوينس. أي مثلا أم تخدمن المشركين القريش باش نحرجنا الرسول صلى الله عليه وسلم شجعنا سين دي المشركين القريش النضر بن الحارثة وعقبة ابن أبي معيط وجد المشركين شجعنا أهل مكة المدينة المنورة باش الزرنا الوقت اللي قال سيثريب باش الزرنا اليهود أثنى ستين غفل في محمد صلى الله عليه وسلم على من يسلم بالليل والثنين أهل الكتاب فغانا الزرم بشو أدينين أشد فكد الخبر فالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ستاني إليهم ورقاس داكين غاية دعاية من إيش بالليل وذن فيهم إيش قاعدة سيدة ربين ده شو غيث نعمل ديس اليهود إسني سخف وران غفايدين أهل الكتاب زرم بالليل غادي يبعث سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى من فين آخر زمان ذي وصلنا بالله في المدينة المنورة من كان قوى النخل الطبيعة من المدينة مرة عالم اليسو ذي كيف تروح الغادينا وجعلنا ديك سنة قال دي بعد سيد ربنا أن فين أن آخر زمان أسمعنا وقرنس للمشركين أن دينا من أن الأوس الخزرج قاعد ذن الأصنام ننس أدي بعد سيد ربي من فيما من آخر زمان أكن حرب وكن قتل قتل عاد وإرم أسمعنا أدي بعد سيد ربي سبحانه وتعالى من في محمد صلى الله عليه وسلم ماشي نيسن أثق في نرام أرمي نريس أي مثلا ده شو الجواب زندران اليهود ان يثرب يسين المشركين كيش قاعد كفرش ننسى تصوتهم على الغرس اتسكسيم غير ثلاثة مسال اتسكسيم افلي المسلم يقروحين دي الزمان قديم افغن الجميرنا ودوغينا وثقسي فرسني ذي العجيب قصة عجيبة دي سن فقد يوم تستنى النظام أفيون ورقاز طاف مشارق الأرض ومغاربها ولش كان جمد القاع أن يوث وفي السياسة النظام سقسيت غفى روح ذا شوف سبحان الخالق روح عند المشركين القريش يتمثل سن مش قالك النظر بن الحارث العقبة بن أبي معيط وغيب غير مكة المكرمة وخبرت والزناس المشركين القريشين في محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس قد مستقسين ثلاثة مسالين خطرنا الناس اللي ماذا قلنا يرد الجواب غافيين في الأسئلة كي نحسوا بس الصح لأن في ذي الحق ماذا قلنا من ديارة وتسمى دارينا من ديارة أسمعت وقضاء غير مكة المكرمة سقسان في طرح ناس ثلاثة أسئلة يجيهم والرسول صلى الله عليه وسلم يسمون درس الجواب أزكى ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم ودينا إن شاء الله أزكى ودين زيلا رفلس الوحي يزن ديالا للجواب
وتكمل ثمسات أكنيما أرميما إبضا 15 يوم ودين زلال فلس الوحي على خطر دين النار إن شاء الله. وذان المشركين القريش أي لكن تشكون أكنيما إن هو الذي يتحقق أذن الشك الديوان الصعب في محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كتب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتم سقسينا شميم ودين زلالة فلس الوحي أشميم وديالنا الجواب النبي مشريح صلى الله عليه وسلم أسميت عدام المدة يقيمة كنت قبل العلماء يتمثل سيدة ربي مجال النبي مشريح صلى الله عليه وسلم يا رئيس الجواب ونزل الوحي وقوين اسمي يا رام ذا الجواب للمشركين القريش ولكن انبهثين والباهثين الباه إن إيش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وغور كتسعى وضد الدنيا أخر مغرب كرام أزكى ودقرر إن شاء الله ولكن يثبتن القرآن الكريم غدي قارب اليوم ويدعو التفارس لربنا النفيس شبيح صلى الله عليه وسلم في الأول أرمز ديالاس الجواب في القصة من أهل الكهف أصحاب الكهف إزدينا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إنس جارد صح الفي أصحاب الكهف ثقسطا سن ذل عجب العجاب قلن قس معناه سمسل ديكما يجي يقول إذا يتعجب العبد غير القيمة لا الآية تمثيل رب الخالق سبحانه وتعالى أعجب خالق السماوات والأرض سيدي خلقنا القعام سيدي خلقنا الجنوان سيدي خلقنا العبد الإنسان سيدي خلقنا الهواء التنفيس سيدي خلقنا الكون بإكماله أعجب وأكثر أكثر يجري يتعجب العبد أكثر تقسيطا أن أصحاب الكهف. إذن يريز الجواب أولا أصحاب الكهف الوقيمة الفيتياء يقرحون بالزمان قديم وثقسيطا سن قصة عجيبة وإن النظام اقطوفن ذي المشارق الأرض ومغاربة هذه وهذا القز يقرس ويسألونك عن ذي القرنين إذا القز يكيم والسؤال مستيطان غفى الروح يريد سيد ربي الجواب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إذن فقسيت تمزولوت في ازديار لك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من نبي شريح صلى الله عليه وسلم يقول وقينا بالموضوع عن الدرسنا أصحاب الكهف فقيمة مثلا تضرام الديوث الديوث التاتات ما الديوث التمديد الديوث الزمان بعد سيدنا عيسى عليه السلام وثبت تقيمة تتشور ذو الكفر تتشور ذو الشرك عبدن الأوثان عبدن الأصنام عبدن أبو تزيرين عبدن أبو القطيجة أولا عبدن مرة نقوم خلاف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقال الإمام دخل الفتية دخل الرمزين المجموعة الرمزين أرسقص سيد ربي سبحانه وتعالى الإيمان وقارن دائما مثلا أهل السيرة في التاريخ لنا الرمزين ماشي للفقراء ماشي للمساكين ذي وشولين يسعان الزغن القصور الزغن الخامن القرن ماشي للخصاص إثنى دور نرمي في يوخرنا في المجتمع سن يقعد ذن الأصنام يقعد ذن مخلف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن رزقنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى رزقنا الإيمان المزيناجي على حسب وقت دقار مثلا المؤرخين لنا ونسعى لنا نتقو برسن إذ كيس سيد ربي الإيمان غروية ونسل ماشي بالقصور ماشي بخمن القرانين ماشي بالشيء اللي يزدغن ويونسل
ولكن بالإيمان ذا عبادة شد ربي وحده لا شريك له. المزينة كي أشين يخذ مني في الحفلة مثلا يجرى أخذ مني يجرى أخذ مني القربان يجرى أخذ مني ولكن أخذ مني غير الأصنام زيني جميع البلدان يعبدن يعبدن الأصنام في مغرب النسل. ولكن أهل الإيمان مستحب درنا وقرد بالليغة إرزي لكي أمسى علينا لما تقوقها سنة. ولكن إما تقول له أخذني يرخى من الحفلانية من كل يوم دشين السبان يديوفا ويوخاصين ويحذيرا. لكن ما قال ذي الشرك يقول غير قيمة ذي مورثني أخذ من كان فغن تقوقها سنة من كل يوم يفغ دشين السبان يديوفا ولكن لم يدملالين غير يوم ممكن. ويجينيم أيها مثلا يا واد في الأساس إذا رب الخالق سبحانه وتعالى تقصد يقرد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا رأى سيدة ربنا الإيمان إجسران ويوزن إذا كدس سيدة ربنا الإيمان وإذا كدس فيهين القدر دي لها يقرد أرب طرغف ولو نسن ثبث ولو نسن غف الحق ثبث غف ولو نسن أفل وحدانيا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له. إما دميين الجو برسن من كل يوم دشون السبان يوفان وحذر لنا إلى حفلان إكرم إكرم ديون دي سنة بعد ثبعنتني المرأة وثبعنت ويا النظام ننس سبحان الله ونزر لنا البطرة قال لي ضرور دخير إكتم ديتنا أمشي عف ذنب أم كل يوم دشي يعبد والجنس إلى رب الخالق سبحانه وتعالى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. ننسي ربي نسي ربي دي خلقني الوالد دي خلقنا القعان دي خلقني إلا الهرس ونعب ذانا مخياف سيد رب الخالق سبحانه وتعالى. وماذا قلنا أن نعبد من غير سيد ربي غير الله أقلع ذي فطر خذب أقلع نفق أبريد الحق أقلع نفق أبريد الصواب. سبحان الله ننس الباقين القوم نرجع ذنه مخلف سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وسعينا لكلام الدليل لكلام الحجام الدليل الواضح باش يعني أدف قلن تمسكتكين يعرف ذلك الحق وجد يفطر يدير نغف سيد ربي مسكت في الغفين في الاثنين دقيقة. سبحان الله كان يتمثل ومسفهانا نذقو قرسا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دقاء إذ أول فتية إلى الكهف أول لهذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى روح غير يوم الكهف يوم ذلك اكقر لك تمدي تنسا كل يوم الغار ذنا أملال غرس ونجمع الغرس ينمزين لكم ويجين يقولين يفطي يقولين هذا عبد المخيف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى واحد دارنا لما يتوى عبد مخلف وخلاق ديت مورة نسل وجان القصر نزغن جان الشين يسعلكن جان المجتمع اللي يسعلكن وروحي نغرف خيل الكهف البخيل الغار خطر ليس الشين يهنم الزخي بول المومنتي يتويه الزخر البوليس غصب لقلام إذ يقوم كان إذا روحن ولكن يشو سعيد سيد ربي من كل يوم سن غصب لقلام إذ يق الغار نغي إلى لك ولكن لو نسن يوسع إذ مثلا وقال إذ الإيمان وقال إذ أهل الإيمان كان القبر إن شوية أنت ما قايدكش بالليم ذا حاجة غير ذيقا ذيني إقاذي المرة العيبة الدنيا أم الغني أم الفقير أم الجهد أو القضافا ولكن مركنا سرا أغمون ولكن قلنا لك الزخي المؤمن أسي الشوسع سيد ربي المد من البصر أسي الشوسع سيد ربي الصغير الروضة من رياض الجنة ولكن الكافر المشرك المنافق الفاسق أني قم بيمني ذي يقفلس وذي الصديق أكثر أكثر يتبذل. إذن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقول لهيثم باش روحن غير كهفني الغارني ومن البليل سعد ربي ذي ساكن
للهمام ضربت لي تكن إذ هو الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فقالوا ربنا سوينا ولكن أعفذنا كنيم وسخدمنا لنا شريك خطر ما يخدم لقوم نسخ الناس شريك يزيد ربي يرد فلاس يكتب ذي كيف قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقضي من أكثر من دي قرن يكتب غصيد ربهم سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم الشرك ظلم قرحان ولكن بيجينينا روين فلاس روينا في الشرك روينا في الظلم روحنا الوالدة لعب ذنسي لربي سلحق روينا سن إيمانا سن أكاكو إروين أهل الإيمان من رأي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في دينا إن يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شرف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سبحان الله قيل الإخاذ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينادي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي إجمالات يوضي يوم الوقت الخيار بين أن يكسب العبد أن يكسب الإنسان المسلم تسقط عليه المال أشي السبع القدران أن يتبع عن كان إلا الومان أذير ول سدينيس أذير ول ذي الثاني من المجتمعات من المجتمع أذير ول ذي الثاني من آخر الزمانية مثلا. إذا الفاقي رول سن إيمان إسنا رسل سيد ربي وصبوية ونسن وزمانا العيش داخل المجتمع المشرك رول غلغاء غلكات أي مثلا غسكنين الكهف يضيق إلى الطيان إلى الضيق ولكن لا المهم ذريس على ليس على كن دخي ويا ونسد ولا شواز نديك إيه راس دوين اثنين دقيقة ديجان في سخر يفي عنا رصيد ربنا نصر بنا أو لكن نشيل من أو لكن نوحد ونخدم على شيء نزار يكشر دقيقة خشي دقيقة الكون دقيقة إذا خلقنا القاعة إذا خلقنا إبنوان إذا خلقنا كلش يا دقيقة نكون نظرنا وقت الجرارة آتنا من لدنك رحمة صور كان يغزم لها ديك رحمة البشر ورسع على مسألة ديك رحمة صور دي المجتمع المشرك ولكن كتنين مثل رسي لكون سوى ذرا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وجعل بالأمرنا ذا الفح ذي ينام ذا الخير العاقبة إلهان فشي يقرر العاقبة للمتقين سيد ربي سبحانه وتعالى يقرر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم مخلف ديك شيء مثل المفسرون ويقرد ذا ذراني مقام الرقيم ويقرد الكهف مقام الرقيم ولكن قرد أهل التفسير الرقيم ذي المرقوم أما كان دينا القاتل ذي المقتول المعنى المرقوم ذي المكتول قال سيد ربي قواليس وصالة المرتفقين كتاب مرقوم كتاب مكتوب إذا قرد ديون اللوحة نغض العجر إقلانا في بورثن إلى الكهف يتشوكت من يسمو من الفتية جام قرمزيانة جام يقول الله سيد ربي ما بخي الغارة جام كان يفضل إذا وليش العجب أم قرحة نزدخل تقصف من أصحاب الكهف ما لازم نتقرر أغل الآيات من سيد ربي سبحانه وتعالى كما يتمثل. إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكيز صورس الرحمن إير وزينة يوم أكم ضيقا نزدخل للكهفين يبث الندى ولا علمنا رب اليوم قلت تساكو إلى أنا في الدير السنية أنا ما بغن تسا 300 وتسع سنين 300 سنة أو تسع سنين يوثن الزدخل من الكهف اليوم أي مثل من عيث سيد ربي دي الطيام من عيث سيد ربي دي الديق
من عدم سبب بين جميع مقومات الحياة طلب ضيبنا من المكنة عما تسيسي كما أكل وين الطلب الإنسان البشري يعني دي ثوي ذا ثينيس من عدم سبب بين الخوف ولاش الجسم يشمع الغذاء من عين سيدي ربي دي القاعة وفن السلام يقول لبيت سيدي ربي سبحانه وتعالى وسعي لنا اللي زي سكار بقيت سنة سنة كنت لتبيت سنة وتسع سنين يقول لبيت سيدي ربي من عين سيدي ربي دي الحم وقيطيج وسن كشمال داخل شوينا ثنيه جن وذي من عين سيدي ربي ذي الخوف وكرب وين إذن نزران أذنا يرولق في الأذن أفنزار دا شوف يرول وقبل ذي يوين وستكشم الخوف الحيوان المفترس غير ضخم باش ابني يشنا اصلا خذ نظر ويكشم يعني باش هذا ابن الله ابن عيد سيدي ربي وعاش 300 وتسع سنين اليوم اي مثل ذي الحياه اسمي بغى سيدي ربي سبحانه وتعالى باش انس عايش كان مثل يقال سيدي ربي فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مدينا سنين عددا معناه بشده العوام اللي يحسب العدد شرود النفوس ولكن العوام مقارنة مئات السنين 300 سنة وتسع سنين بيوثنكني فضربنا على آذانهم حذر كان أوياجين يسعم الإعجاز العلمي الزخر المعنى ينسبلين سيدة ربي يوث أفسمع سن وستدنا خطر ما يتصل على كل شيء يس يتص إمس يحس أني شوزرتر أحب وتحريها ولكن سمعين سمع زلق الحوم ده شاب يسويني على المريطس ده سمعين ما سيوله دي الأول ولكن مليل من العذيعيان يتصب سيد ربي سبحانه وتعالى من الحساسية دي السمع يتصب ده السلم مليح غصى عقدد دي سلالة خطر يتص يعيان ولكن مليل من العذيعيان يتصير ونقص الحساسية اللي انسده هي من بعد قصة وقصة عقل جمال دي الروان ولكن دقيقة فضربنا على آذانهم الحساسية من سن صبيت سيد ربي سبحانه وتعالى إلى أدنى المستوى من بعد السن نارا والسن وثنس ضرر الحس وثنس ضرر الصوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قرب ثم بعثناهم من قبلنا المدة يجينا الإسنائيين يقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا بل اسمني دي السكو سيد ربي سبحانه وتعالى باش أنظم أن يواني قوية إكزمال ما دي زر أشحال قيمن ذي الزمن تذكر سنين سعودو كيلارا كيف مثلا خطر إلا نخاش لقو غرسين كل يوم داشي سيد أكي سيقار هذا نسدو غروس ولكن باش أهل زر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولد يفن أشحال إلقي من الزدخي الغرمي نضجر سيد مثل يخرج نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم وهدى سيد ربي سبحانه وتعالى يحكي التقسيطين سلحق خطر أين ديحك سيد ربي ولا الشكل جس ولي تسلك لديس أين لني النذيد أين أديننا ويبغل في دينهم ولقاد يحوي السلعة بفلس خطر ويسعى على مزايد كيف مثلا؟ وقد يتكلم العدد ده شحال وقدرنا شحال معناه ماشي العدد ده يقن غصنا في فلس العلماء ولكن ماشي العدد ده كسعنا زي ولكن ذي العبرة ذي الدرس كسعنا زي كيف مثلا؟ المهم ذي الفتية ذي رمزين ومن السيد ربي وزيلس السيد ربي الإيمان بوية وصل يقض ورابطنا على قلوبه إذا كيس السيد ربي الرباط صدق ويوسن إثبت ويوسن غف الإيمان مدينة الرباط المرابط إذوين إمكسر السيد ربي سبحانه وتعالى يضبط وليس إزدخل إتقرع فيه بلي جميع تصرفات إليش طيب فغالا يبرين السيد ربي كل شيء دخل يبرين السيد ربي يقول لا إذا كان يقول أنت المرابط كيف مثلا ماشي ذكرت قدامنا إكتشيلي ويا نعم خريتشيلي الوراثية ويذدود الوراثة ويذدود داخل دامن وكيف الرباطي قالت السيد ربي ما ليسع الإنسان الانضباط الزخي الحدود السيد ربي السيد ربي سيقيحو يسيخدم جميع التصرفات يعتبر مرابط
أكن يفغوليني ذا بلكان نغد الشبحان نغد تمورثينا نغد تمورثاقين أريد في زمان محدد أريد في مكان محدد كيف ماذا؟ بالعلاقة إلا نقرس السيدة ربي يكتسي لها الرباط يكتسي لها الرباط أيضا إذن يقرب وربطنا على قلوبهم يتفصيل ربهم هو يوم سن غفل الإيمان بكيسي أمك بقرب في مسن سيدنا موسى نقول أن ربطنا على قلبها إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين سيدة ربهم تفن أويسة يطفيسة باش وده الدرارة سن إيمان إسيف كسيدة ربهم أويس وما غير قلنا ننطق في الدفن السابقية سيدنا موسى ما فينا الفرعون ولكن التفصيل ربهم أوليس يربط غفوليس أكان يربط أصحاب الكهف أي مثلا كم ناس سيدة ربهم وين دي خلقان السماوات دي خلقان المقاعان دي خلقان ونسمخ دبالا أشريك سيدة ربهم سبحانه وتعالى مولاش نفغي وفريد ماذا قال الخمس أشريك كيف مثلا لأنه هو كان ذو القمنا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة عبدن ماشي سيدة ربهم عبدن الآلهة عبدن الأصنام عبدن الكواكب عبدن المرام جان سيدة ربهم وشريح إنه أسعي لنا خير الحج جان الدليل لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أنا بقى ضيما أكثر بينك أن يسكذب غير سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى كم مثلا اعتزل اني من سنة في القوم الانسان اقول وين كان عفذان القوم الانسان مخلاف السيدة ربي يقول هيدن السيدة ربي مباش روحا غير دخل من الكاف السيدة ربي سبحانه وتعالى غصما الى الضيق غصما ذاك الى الطيام غصما ذاك الى ذا مكان يقال يقول هذا العبد ما يكش مع الدخل ولكن السيدة ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله رحمين سيز دخل ها وما فإذا تزلتموهما ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أو ندفك سيدة ربي ذا الرحمينس أو ندفك لين هنينس أو ندفك بينكم السفرة غروين أروين إتحمي كيف مثلا؟ سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى يبعث في لسن أي خلق وينا في نظورا يقرر وطار الشمس إذا طلع تزاور عن كافين ذات اليمين وإذا غرب تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أبدي وزار العرب أن تجد مرد فل أدي فصبح أدي ففلس وينك إن أدي يسن ذي المنفع عنسن ولكن الزيادة عنسن سوى خاص ربهم وثم ديك له مثل هذه دين وين دين هذا المنفع عنسن ولكن أسنتو خار أسنو خار يطيج سوى النساء الزمارة ذات نظر ونثني الزخر النعيبا يقال سيدة بذلك من آيات الله كيف ماذا؟ ويجانا يتجد ينحوما كنيس يعجف ولكن يقول له ابنيدا يقول له دي طيج باش أدينا ذي الخدمة من الفتيه حشا المفعالة دي يسن صغرس ماذا عرضت سيدة ربي سبحانه وتعالى ذي السيرة أكي حافظ ذي العالمية هذه سجل سيدة ربي الإيمان وهذه سخر الخلق مرة أقوى أكيد سخر مرة تعفض سيدة ربي وسخر الظلام الشريك إذا إنسان يجيه دون كيف مثلا دخل الفتيان الزخير جينين دخل المجتمع المشرك ولكن سيدة ربي يفرس قصنا الإيمان ويهدف من سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن وين يقضي أنو يجزم على في جهده ومن يضلل فلن تجد له ولي المرشد لو يجزم على في جهده ما يضلل سيدة ربي عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله ذي المنافق رأس المنافقين يتسلم بفير الرسول صلى الله عليه وسلم السن القرآن الكريم دي ينزل سيدة ربي سبحانه وتعالى أشرف كتاب ويسلي في تسفرد الجميع أن أشرف نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسمع أيه مدى الدار مدى الشفر القرآن الكريم الجميس وتزرد المسجد النبوي غير مثلا داخل الروضة المسجد النبوي ومع ذلك يمثل المنافق ويكشمل الإيمان على داخل المويس على خطر يتصب الليل أن يجزم الذي يرشد يقرأ سيدة ربي سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولبليت منهم رعبا. إقادة ما تنتظر لك ما تجعله أخير التسميرة خطر قرد السيرة قرد بعض المفسرين إنه ما تنتظر أتوالي أن ننسل شايد غسك تصل ولكن أن ننسل ليت وننسل من بعد أشجعير والتزنانة وذ قلبن بلا الفغاو السلم قلبن الجهة ذي ينفس الجهة تزيمات وتستر القاعة أكشو من ننسل ثوية من العبد لبعيد عن جوابين جي مؤمنين إذ مثل مريلة مضارح ذو مطرح وتحركها ماذا قلنا في قلبة لبابيس شك ثلاثة سوية في قلبة في يود الجهة جهاد الفوز جهاد الزيمات سينيغري جهاد الفوز جهاد الزيمات سينيغري حشمة قلنا التوفى أكشو من ينسى الله إيجا تنطرح كيف مثل ولكن أهل الكاف سيد ربي سبحانه وتعالى غسا كان تصني قلبي ثم سيد ربي سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يقلب قلبهم باسط ذراعي خذر كان أقجون كرم وزرنا لا يبدأ ذكر سيد ربي سبحانه وتعالى ويذكر ويقول لنا أن سيد كوك شو ذكي ما ذكي لنا يوم ديكسين بأنك سان يسعنا خجولنا يوم النظم يتعامل دي شوية كم عشر بيجا يمن أنك يعني إذن دي طاع أفوس وقجونا كنا من ديكشن كرسن ولكن المهم أقجون أي مثل يدد مع أهل الإيمان ويشرف في ربي الذكر في دي تسدر إلى قيام الساعة ذاك جون إدى مع أهل الإيمان إدى أقدي مؤمن يعني سعر الإيمان دقوا يوصل سيد ربنا في دين سبيل كيف يرسل من ديودة أهل الكف أهل الكف أهل ديودة ديودة المؤمن يعني ديودة أقجوني إدى لك يرسل ده شد دين الإنسان يعبد يعبد ونس إكرامي دي دربي سيعقل ولكن نسدان المؤمن أقجون إدى دي المؤمن يشرف سيد ربي فما بالك بالإنسان اللي يدو مع أهل الإيمان ذي جنود كان رزقي ويحيي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف مثل؟ أبدا سيد ربي الدم بذلك يحمي سيد ربي يقعد سيد ربي سيحق يكشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله سيحق كيف مثل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل دائما يقول دائما في الدين وين يفدوني أريشهم سن الدكوين عادين أكنوا غني يقال يسين يقول ويقال يلحوه إذن الدخال سيدار بالخالق سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصين ممكن يتفرق اثنين ما الشمل داخل الكهف اثنين يقيم إسا سيدار ليس وقشون لدينا يقال سيدار بالوصين لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولو وليت منهم رعبا ما قلنا ذا السبري اللي عدد السينة ما بي خزار الرسل أذ يروي قبالة في كيس سيد ربي الهيفان أذ يروي وثي خشم الرعب ذا الخوف غسا كان تصل والقمة عن الضعف أريسع الإنسان مريني الطس أريس حالك زمان استخدم الضرب وين أتفضل يطس أين تفوت خدم دست ويش فقرة ولكن ويجي انتصن سوق ذرن سيد ربي ولكن سيد ربي هو فضيثن إذ كيس نربي لهي فاما يسوك يثني أكثر قوي ذاك ورطي سارة أكثر قوي ذاك يقعو السني منسل يسوك يتسارة سيد ربي النيس ومع هذا وخاصة كم يتصن هذه قال لو اطلعت عليهم ما انتوين لو ليت منهم فرارا أزلوا يغفل لسن وكي يشم الرعب تقويه وخزا كانوا في الحقيقة غير ما تتقيت سقسلت يعني أصحاب الكهف ولكن ما نخزر دي الميدان دي الواقع أنا في بالي خزر العبد الحاجة كسخوية عن أن يخلع قبل من بعد اليرود الخلع ويتم زورد من بعد اليرود ولكن ذاين سألوا لغي تم زورد من بعد أثي يشم الرعب أثي يشم الخوف على الأخي بويس تسجل الآيام أنسي دي ربي عكسرس ذي أصحاب الكهف بادي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اسمه ظن 309 سنين سيد ربي سوى اثنين فذلك سنستخيل الجوجل اسم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
بعد من دوكي فذان سمسكسين جوجل اسم ينتقديون ينسي شحالة كان إن قيم ذي الغركة ينتقدوا أيضا نذن ينسي إيه واسنا كرا قوسان ذاكين على نظر بالهما في نينيسي النامة إيه واسنا كرا قوسان معناه يعني ذاكين المقرد القندوكا ليش يفعون غيار غيره ولاش كان الشيء بذن الجوين ولاش كان بوهيم نينسي قريين ولاش كان التموار وشمال يقضن يقضن ذي 309 سنين الشمال السنة يقضن حشر بقى عيمن شحال مدى غريا وضع ذي الحالة الطبيعية مو يستغرين لعبذة الشمال السنة 309 سنين ما يعيشي كان ندات فوق مسال 100 سنة ماذا قلنا مو يستغير ذي وضع ذي ولكن ذاك ولاش ويغير على سيدة ربيك لذي سن وصعب باشي بجدين ذي سن أما كانت صن إدوكين على خطر سيدي ربي سبحانه وتعالى يحبس الزمن في اللسان ويحكي ماذا في اللسان الزمن أما السموار أما الشيب أما سوء الغيار أما وين حال الزمن يحبس الزمن كان خطر الزمن تقول سيدي ربي خزرت أن كيف لا نبي فقسر إذا حكى سيدي ربي سبحانه وتعالى سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام سيد ربي سبحانه وتعالى السجن يعذقين 100 سنة الزيلة اللي قلت بكر المكنة اللي قوعوين المكنة اللي قوكنا السجن 100 سنة ولكن من جوكيا يفد قال من لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ما يخزر الزين النينس ذو الصح بيتسنا ما يخزر المكر النينس ذو ريس كان كالوخ ويسن ما يقضى أسكى من الله بذارة خطر في الغيارة المكر النينس إذن سيد ربنا أحكام الزمان أخذ مثل يجاتين حوم كل عادة ما كانت يقع في الزين ولكن في المكان اللي يحبس احكام الزمان اذن وين اصحاب الكهف يحبس في لسن احكام الزمان 309 سنين اكني غير تصن يذكرن ذي شباب ذي المصريين وصعب باش يغيروا ذيك السن شكون شي سن ذيكما في سينا لبثنا يوما او بعض يوم يبسنا خير المسن قالوا ربكم اعلم بما لبثتم حقنا ليش حاشا سيقرديون ذيك السن كذا شيز درس الجواب يقول لنا ليش حاشا ربنا يقزرنا يغدي الصوت على الرجاء عشان تكزر أشحال القيم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف إن الشيء بعث يندون سيدري مجيون غرف مديد أغديوين مكلان خلاق اللوز 309 سنين واللوز نارا يحبس سيدر بأحكام الزمن في الأسنة وحوجنا لشنا حوجنا لسوين ولكن ميدوكين وفندي من سنو وصل إذ كي دمان دي دري من يسن الفطا شجع يوم دي سنة ناس أصبح بعض دوقة بالمكلة إلا دي حيائي مكلة العين أو هي أغسين فعصينا لك غور كذلك فقم إن اسم ذلك النفقنا أذا غرج من أذا غرنا أذا غرنا في الدين سن الله سبحان الله أثر بحمية أثر بحمية سبحان الله أسمع بغن يقروح يقول المسانة وين يشجعنا دينا يكشم غير أروكو مرسل يشد يوي مكان إفكي سيدر من إني سردينك عجلان يرفض بعد إفكي سيدر مني إذن من الفطان لأن سبحان الله إذن من يقول سعد ديلا لثورة إذن من أقضي من شحال زمان فوق الخلاص أنسي تقول مدر من أجين أن سيدر دي من الله دين جوف نغيث نجع سبحان الله أني وانا في تحكو ذاك من بعد يدرس الفتية نعم إلى لكن نصدق الغار يروح أكوميرسيني ولكن نزدز نزل المكان يدوي في غار مالك صورة تربية فوس الملك يزرف ويسكن يسيب المريد يبوكن بعد بس حكاية الحقيقة يولى بلي الفتية نعم يروحن الزمالك بعد 309 سنين وقبي وقبس سنين ودوغينا اسمه نزل ديفكا الخبار نصف دينا يعين بلي يدوي ذاكني ويقوذني دائما يزراني مدوكا يمسن دي الغار ويويد الغار نغي قيمنا كان 309 سنين
ذينا فانت في مسدنسن وهدر مرة من دن في اللسن وكذلك أعثرنا عليه باش أرزم بالليما القدرة نسيدي ربيهم بالليما نسيدي إرادة نسيدي ربيهم يقول أولش كلام وين عفذن مخيف سيدي ربيهم يجزمان ذي تحكم ذي تودات أمذان نغذي تمسال من دونيث نسيدي ربي واحد لا شريك له سيدي خيقني نين دقيقني قاعون دقيقا لعباد هري عمرني قاعيه وضيع ضري سريع الدين ألا له الخلق والأمر وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها بادي مثلا من دغين غرغر من سيد ربي سبحانه وتعالى يخفض يا روح نسم وإذا كنين العباد نين الزران برينا من الزران المثل الرنس يمين الغرني أزرون باش وريش شمال الحد غرسن وذان الهدر نقوغرسن ننس فقالوا إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أن ثلث لس الكرام أنج عندي يقول التاريخ يتكمي سيد ربي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا إنه وإذا كان يتحكم دي الأمور قام السلطان الملك وإذا كان يحكم ننس أن يبنوا المسجد في الاسم والقرآن الكريم يحبس لهم سلطانهم ودي اعترضنا غفقه مبنون المسجد غفقه موثنا كان ولكن يتمثل القرآن الكريم ودي هذرره ولكن الشنة تهذره الرسول صلى الله عليه وسلم إمن عاد باش أذنون المساجد غف الموتى نغف نسعون الزخي للمساجد إلى قفرنا للمساجد ولكن الزخي للمساجد ويمكنا فقد عائشة رضي الله عنها ذي المخنين سان قالوا نفيسو شبيع نفيسو شبيع صلى الله عليه وسلم دقاء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أذن على ربي اليهود والنصارى جعلن القبور من الأنبياء ذي المساجد إذن إين هذا غفايا مثل يقال سيد ربي قبالي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبوهم بعد أتسمى قيل أشحاب يتسن إلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبوهم بعد أنا يفخص وواي قبالي سن ثلاثة أو سبعة ضغجون ضغجونين سن بعد الناس ويقولون خمسة إنسان يسهم كلبوهم دائما أقجونين إذ مثلا يتودى للتستخيل خطر الدم من أهل الإيمان الشرف سيد ربي الصديق الذي يتولك رجما بالغيب ويقول السبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم حش سيد ربي نجعل من أشحال يسن إن أجد يلام إذ يتسمر شبيه النبي صلى الله عليه وسلم أجد يلام أهل الكتاب بشجع نظرا أشحال أشحال يسنين أستقى ثلاث سنة يسنة في مسلقين خطر في مسلقين حشر بغي على مليس أتسعى مزايا المهم ذو الدرس ذو العبرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ما يعلم قد سيد ربي قواليس ما يعلمهم إلا قليل فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا من بعد سيد ربي يعود بالأجر حسنا في صلى الله عليه وسلم إليس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الرحمن يسعانا سيد ربي في الفيسيو شبيح صلى الله عليه وسلم مشيت شوية جميس يزدي ذنب باش أهديات في مدين مدين نرى إن شاء الله ولكن نرمز ديال الجواب أصحاب الكهف إزدينا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ودقر الله مخرا ناس كان حشب يبغى سيد ربي سن إرادة سيد ربي ويجزمرنا بزر شاري خدمة سكان ويجزمرنا بزر بالليم يجزمر العدد يوم غير نبغي سيزكاني ويملي كالا دي المستقبل الشيء ولا دي الحابة ويملي كالا كلش بفوس سيد ربي كفوس سيد ربي عندنا كما يتمثل أدنذر من الغيون أزكى أذهب غيسا خدمة كذا وكذا يدس أتفق يدسنا ذي التجار يدسنا أذي التعامل يدس ولكن دشوني ثم الكبر ذي العامل لا تخدم أزكى وش المال يليم
وسلم ذا بيسد يدير أرز كنين وسلم لنا كان عاد الزرد كلمة بيدير أرز كنين وسلم ذا قلنا غصت الدرد أهتر عاد الزمان رسول حضر أرواس أهتر عاد الزمان الدروح أرواك أهتر عاد الزمان ما يسميهم أهتر عاد الزمان جدا وإلا جدا دوين لقاها ذرم إذن حاشا سيد ربي إذن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إذن حاشا سوف سنسيد ربينا يوضع العالم غم وغنس ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وقل الله أعلم بما لبثوا وقل من داخل الغارنين الكافنين 300 سنة و9 سنين إن حاشا سيد ربي إكزران إذن تيدي إننا يدين إذن تيكس عن الغيب الغيب من السنوات الغرب الغيب إينوان إذن تيكزران أين قاعدان إذن تيكزران أين إلام وإذن تيكزران أين يردون إذن العالم ذا شو يجمليه يجددون ذا ذينش ورصايد ذا شو يجمليه كل شيء في فصل سيد ربي سبحانه وتعالى أكان يذبذن إذن الإنسان ثويد أدي عس دينيس ويجي ذير مزين ذير مزين يجمع الدين ذير مزين يكتب على بريد ربي ذير مزين يخدم من الإصلاح الإصلاح يدو ذير مزين الدين يدو ذير مزين غاسين يبغو يعيشين الإنسان وذي فتر الحال مدام ودو بضرب على كلمة بأخذ روحينس ولكن إرمزين شاب نشأ في عبادة الله تبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله وإن أريد أن يثير سيد ربي أسماء فكثيرين إرمزان ذكر الدين للعبادة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن إرمزان إيسعى ثمزين إيسعى مزاني يقدر يصور به الدين إلى قد يسعى به ثمزين إيسعى الدين كم يتمثل؟ لكن الإنسان ماذا قلناه يقابل في الدين يستخل المجتمع من المجتمعات فاني بذا ذر منقر أدي فا ماشي الحاجة بزمالة في غير أدي فاصلة دي الورغة في الدين أدي منعس الدين كان يتبذل في تياجين روينا في موية سن روينا في المجتمع سن روينا في الخسر اللي يزدغن روينا في الشي اللي سعنا فيني وقادم غاف الدين سن ماشي دميز بين نزمال ما تنغيرا أثغيرا روينا سد دين سن وسيد ربين كرم مثل سجنث أكان أيد مثل وذي يتكلم العبد غسيد ربين أثي عبد يسخد بنا غشري أبي خبب دير الصلاح ذي لدي لهنا ذا الرحمة للعالمين أدي يتكلم غسيد ربين ومذبوية ذا دي أول سد دينيس ذي أول سد دينيس كيف مثلا سيد ربي وذي صدق على سيد ربي وذي صدق على المهم الدين الأهم الدين كم يتمثل تجين تقسيطا أصحاب الكهف يتمثل يتمثل ولكن العبارة تشرب العبارة تشرب دوز رجع عبا من المؤمنين حق الإيمان رجع عبا من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.